عندما يسجل الهدف من عمل جماعي، فن في كرة القدم. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبور الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. هناك أهداف جميلة تأتي من عمل فردي أو من عمل ثنائي، لكن هناك أهداف أروع بكثير تأتي من عمل جماعي وتبادل تمريرات دقيق بين اللاعبين، وهذا ما يسمى بالأهداف الجماعية المميزة والرائعة. لذا في هذا الفيديو سنشاهد عندما يسجل الهدف من عمل جماعي في فن كرة القدم. لنبدأ. تمكن هذين اللاعبين من حجز هذا اللاعب في زاوية الملعب وقاموا بأخذ الكرة منه، وبعد ذلك انطلقوا بهذه الهجمة المنظمة وتبادل رائع بالكرة بينهم بتمريرات مميزة للغاية. وهكذا من هذه التمريرة أخذ اللاعب انفرادا ليتقدم ويعطي زميله الكرة، والذي راوغ الحارس واللاعب واللاعبين الذين أمامه على الشبكة ووضع الكرة هدفا رائعا. ينطلق هؤلاء اللاعبون بعد تمريرات مميزة بينهم لتصل بالنهاية هذه التمريرة بطريقة رائعة إلى هذا اللاعب ليضع الكرة في الشباك. هنا لاعبي أرسنال يتبادلون الكرة فيما بينهم، ولا يستطيع أحد خطف الكرة منهم، وبطريقة عجيبة ورائعة تصل الكرة إلى روزوسكي الذي وضعها في الشباك هدفا مميزا. يمكنكم مشاهدة هذا الهدف المميز والرائع من تعب جماعي، فبعد تمريرات متبادلة بهذا الشكل الرائع تصل الكرة إلى هذا اللاعب، ثم بكعبه يعطي تمريرة إلى صديقه الذي سدد الكرة في الشباك. إن كنت تبحث عن سحر اللعب الجماعي فبالطبع يجب أن ترى لاعبي برشلونة. يمكنكم مشاهدة هذا الهدف للويس سواريز، والذي أتى بعد تمريرات متقنة ورائعة وعمل جماعي مميز. هنا لاعبي ريال مدريد يتبادلون الكرة بهذا الشكل المميز وبتمريرات سريعة بينهم لتصل الكرة في النهاية من كارفخال إلى جارث بيل ليسجل هدفا رائعا. لاعب نابولي يتبادلون الكرة، وبهذه الطريقة يفلت هامسك من اللاعبين ولا يقع بالتسلل، ليعطيه زميله هذه التمريرة والتي وضعها مباشرة في الشباك. لمسة مميزة بين لاعبي ليفربول، فيمكنكم مشاهدة محمد صلاح كيف أعطى الكرة بين هذا الكم من اللاعبين إلى ساديو ماني الذي أنهى الكرة في الشباك. هدف رائع وبتناسق مميز بين لاعبي موناكو، فبعد تبادل بالكرات فيما بينهم وبطريقة مميزة للغاية، شاهدوا كيف فتحوا لأنفسهم هذا الطريق المؤدي إلى المرمى، ليقوم هذا اللاعب بالنهاية بهذه الطريقة بوضع الكرة في الشباك هدفا مميزا. تبادل كرات بشكل رائع بين لاعبي ليستر سيتي، فكما ترون هذه الانطلاقة، وبعد ذلك تصل الكرة عرضية إلى هذا اللاعب ليقوم بوضعها في الزاوية 90 على يمين الحارس مباشرة. لاعب تشيلسي بطريقة رائعة يوصلون الكرة فيما بينهم، فبعد هذه التمريرة الطويلة تصل إلى صدر اللاعب، ثم إلى كعب اللاعب الآخر، ثم إلى دروغبا الذي أنهى أمرها في الشباك تماما. في مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان شاهدوا هذا الهدف الرائع والمميز بين نيمار وإنيستا وميسي، والذي أنهى ميسي الكرة في الشباك بلمسة واحدة بطريقة إبداعية. هنا زلاتان إبراهيموفيتش يستلم الكرة ويقوم بتنطيطها ثم يعطيها إلى زميله، بعد ذلك ترجع إليه بطريقة رائعة ومميزة، فبعد هذه التمريرة الطويلة تصل الكرة إلى اللاعب على الرواق الأيمن ليقوم بوضعها في الشباك بهذا الشكل المميز. يمكنكم مشاهدة هذه الروعة بهجمة منظمة لفريق مانشستر سيتي أمام لاعبي أرسنال، فبعد أن تقدم أغويرو وأفلت بالكرة تصل إلى دي بروين، ثم إلى أغويرو والذي يعطيها إلى ساني، والذي ينهي أمرها في الشباك مباشرة. تمريرات منظمة بشكل رائع للغاية بين لاعبي باريس سان جيرمان، فشاهدوا كيف وصلت الكرة وبهذه الطريقة ترجع إلى اللاعب في المنتصف، بعد ذلك
يضعها هدفا في الشباك. يبدو هدفا سحريا بكل معنى الكلمة، فيمكنكم رؤية هذه التمريرات السريعة بين لاعبي أرسنال وبشكل منظم تصل الكرة إلى هذا اللاعب ليضعها في الشباك مباشرة. يمكنكم أن تروا تبادل الكرات الرائع بين لاعبي أرسنال، فشاهدوا كيف تصل بينهم بهذا الشكل الرائع بالكعب وبالرأس وبتمريرات مميزة للغاية لتصل بالنهاية إلى أوباميانغ، والذي يعطي تمريرة رائعة ثم ينهيها اللاعب بكعبه بهذا الشكل الرائع في الشباك. هدف مميز جدا. في مباريات دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وفريق أتلتيكو مدريد، يمكنكم أن تروا في وسط الملعب هذا التبادل الرائع بين موراتا وزميله لتصل الكرة بالنهاية ليأخذ انفرادا ويضع الهدف الثالث في الشباك مقصيا فريق ليفربول من المنافسة. هدف ولا أروع من لاعبي ريال مدريد بطريقة جماعية مميزة، فشاهدوا هذه التمريرات إلى أن وصلت في النهاية الكرة إلى كريم بنزيما، والذي أعطى هذا الأسيست المميز إلى رونالدو الذي أنهى الكرة في الشباك. هدف في غاية الروعة والتميز من لاعبي توتنهام، فعندما وصلت الكرة إلى هذا اللاعب انطلق وأعطاها إلى صديقه، والذي أعطاها إلى زميله، والذي بالكعب أعطى تمريرة إلى اللاعب إريكسن، والذي من لمسة واحدة وضع الكرة في الشباك. هدف في غاية الروعة من فريق ريال مدريد، فكما ترون هذا الهجوم المنظم والتبادل الرائع للكرات، وبهذا الشكل تصل الكرة إلى فاسكيز، والذي وضعها هدفا رائعا في شباك سيلدافيغو. تبادل مميز ورائع للتمريرات بين لاعبي تشيلسي، فشاهدوا كيف وصلت الكرة بهذا الشكل ليتقدم ويليان ويسجل هذا الهدف الرائع. ينطلق لاعبي برشلونة بهذه المرتدة المميزة، فما إن وصلت الكرة إلى ميسي، والذي أعطى تمريرة طويلة في غاية الروعة وصلت إلى اللاعب فيدال، بعد ذلك قام بتمريرها إلى لويس سواريز وبالكعب، ومن ثم أفلتها إلى ميسي، والذي وصلت إليه بهذا الشكل ليضعها مباشرة في الشباك. بعد أن أمسك الحارس كورتوا الكرة بهذا الشكل، انطلق لاعب المنتخب البلجيكي بهذه المرتدة المميزة، وبهذه التمريرة تصل إلى هذا اللاعب، وبعد ذلك هذا الأسيست، واللاعب لوكاكو يقوم بتمرير الكرة بين قدميه لتصل إلى زميله ليضع الكرة هدفا في الشباك. تبادل في الكرات بغاية الروعة بين لاعبي مانشستر يونايتد، فشاهدوا هذه اللمسات المميزة إلى أن وصلت إلى اللاعب مارسيال، والذي وضع الكرة بالشباك بهذا الشكل المميز. شاهدوا كيف خطف الكرة ووضعها في الشباك مباشرة. من أجمل وأعظم الأهداف للاعبي أرسنال بشكل جماعي، فبعد تمريرات من اللاعبين تصل الكرة إلى وسط الملعب، وبعد ذلك تصل إلى الرواق الأيمن ليقوم اللاعب بتمريرها ليفلتها بهذا الشكل ويعطيها إلى مسعود أوزيل، والذي يعطيها في النهاية إلى أوباميانغ الذي وضعها في الشباك مباشرة. هدف رائع ومميز. أجمل وأروع المرتدات لفريق برشلونة من اللاعب ميسي ونيمار وسواريز. بهذا الشكل تصل الكرة إلى لويس سواريز بعد تمريرة من نيمار، ليعطيها سواريز مجددا إلى نيمار، والذي ينطلق ليجد ميسي فارغا ويعطيه الكرة، والذي يوقع حارس المرمى بهذا الشكل الرائع ويضع الكرة هدفا في الشباك. تبادل سحري ورائع من لاعبي يوفنتوس باولو ديبالا وهيغوائين للكرة، فشاهدوا كيف يعطون بعضهم الكرة بتبادل مميز للغاية لتصل إلى هيغوائين، وفي النهاية يضعها في الشباك بطريقة استثنائية. هدف مميز ورائع من انطلاقة من نيمار، وبهذا الشكل يجري على الكرة، ومن ثم تمريرة من ديماريا ليوقف كيليان مبابي إلى نيمار، وبهذا الشكل يضعها هدفا في الشباك. منظومة في غاية الروعة من لاعبي ريال مدريد بهذه الكرة، والتي انطلقوا بها مرتدة جميلة للغاية، فهنا يستلمها اللاعب ويعطيها إلى زميله، وهنا كريم بنزيما يتقدم ويعطيها إلى رونالدو، والذي يعطيها إلى جارث بيل، ومن ثم جارث بيل يعطيها إلى بيبي،
الذي يضعها مباشرة في الشباك. ينطلق لاعبي مانشستر يونايتد بهذه المرتدة المميزة لتصل الكرة بهذا الشكل إلى واين روني، والذي يعطيها إلى رونالدو الذي ينطلق بسرعة بهذا الشكل لينهيها في الشباك مباشرة. مرتدة مميزة ينطلق بها لاعبي باريس سان جيرمان بهذا الشكل، يتقدم هذا اللاعب بالكرة ثم يعطيها إلى زميله الذي قام برفعها بهذا الشكل، ليقوم اللاعب بوجه قدمه بضربها بكل قوته ليحرز هذا الهدف المميز. في هذه المباراة بين فريق برشلونة وأرسنال، يقول فريق أرسنال هذه الهجمة المميزة ومن هذه التمريرة التي وصلت إلى هذا اللاعب يصل بها منطقة الجزاء ليعطي تمريرة إلى زميله الذي وضعها مباشرة في الشباك. يمكنكم مشاهدة هذا الهدف المميز لليونيل ميسي بعد تمريرات مميزة بين فريق برشلونة. شاهدوا هذه السرعة إلى أن وصلت الكرة إلى فيدال، والذي أعطاها بالكعب إلى ميسي، والذي من لمسة واحدة وضعها في الشباك مباشرة وسط نظرات لحارس المرمى. تميز وإبداع بهذه الكرة التي وصلت فيرمينيو وبهذا الشكل يعطيها إلى محمد صلاح بطريقة رائعة، والذي يتقدم ويضع الكرة مباشرة في الشباك. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.